تكونوا بخير وعلى خير فين كنت. وفي ما كنتم واحدة من الجداد اللي ضموا القناة بيان سور. اليوم جيتكم باش نهضر لكم على البشرة الجافة، وجيتكم بواحد الوصفة اللي كتغذي، واحد الماسك اللي كيعطي واحد الإشراقة وواحد التغذية للبشرة الجافة، سيغتو الناس اللي كيعانيو من داك القشيرات من هنايا، سيغتو الناس مني كيحسوا بوجههم مجبد مني كيديروا الفون دو تان وكينوضوا لهم داك القشيرات ولا كيبانوا دي ديفون. يعني سيغتو هاد الوصفة هادي راها مغذية، وسيغتو في هاد الوقيتة هادي ديال البرد خصنا نديروها بليزيوغ فوا. مكونات ديالها مكونات طبيعية 100%، وكاينه في جميع البيوت هاد المكونات هادي. اول حاجه وقبل ما غادي نبدا الوصفه ديالي، ضروري من التقشير نتاع البشره قماش، نديرو القماش وحتى هو هادي يكون طبيعي. باش غادي نحتاجو لهاد القماش هذا، غادي تكون عندنا سنيده وزيت الكوكو او لا زيت الزيتون او لا زيت ارغان، يعني اي زيت انت بغيتي ديريها تديها على سنيده او لا الملحه، يعني حتى الملحه كتعطي واحد المقشر زوين للوجه. اول حاجه غادي نجمع شعري، ندير كيما هكذايا، ومن بعد ما غسلت وجهي راه مغسول، ولكن غادي نولي نمسحه. غادي ندير هذا اوبلا هذا اللوشن هذا، وغادي نمسح به وجهي. يعني ها نتوما من بعد انا ما فيه والو، ولكن ضروري باش غادي ندير هاد الوصفه. ها نتوما ميم القطر ما فيه والو، ولكن ضروري انني نمسح مزيان وجهي. باش شنو غادي نحتاجو لهاد المقشر؟ كما قلت لكم سنيده وزيت الكوكو. ها هي غادي ندير سنيده نخلط معها زيت الكوكو، وغادي هكذايا، وغادي ندير غادي نقشر بها وجهي. غادي ناخذ واحد الكميه وغادي نوضعها غادي نوضعها على كما هكذايا، وغادي نبدا كنقشر هكا كنقومي كما هكذايا بهذه الطريقه هكا. كنهيد كاع داكشي كيما ها كدايا، وكنستمر في هاد يعني في هاد الطريقه هكذا هكايا. وكاينه طريقه اخرى حتى هكذايا، راه هكذايا بهاد الطريقه هادي، يعني هاد الطريقه حتى هي زوينه باش تقومي بها وجهك، يعني كتحيدي بها كنبتعدوا على هاد المنطقه نتاع العينين، وكنكملوا الطريقه على هاد الشكل هذا حتى كنقشروا الوجه ديالنا. كملوا هكذايا هكذايا، ومن بعد كناخد القطن وكنمسح هكا بحال هكذايا، كنمسح مزيان وكنزيد ندير باش كنمسح هاد لوسيون حتى كنحيد تماما هاد المقشر، يعني هاكا، وتناخد مرة أخرى
هكذايا تنحيد تماما داك الشوائب اللي كاينين اللي بقاو ليا نتاع القماش باش غادي ننتقل للماسك. يعني غادي كاع نحيد كما كتلاحظوا معايا هكذا. اوب انكور ريست وكنمسح مزيان الوجه ديالي حتى ما كيبقاش داك القماش، ولا من الاحسن تغسلوه. انا محيت هذا كنجربه معكم دابا. ومن بعد غادي نوريكم طريقة نتاع الماسك. بالنسبة للماسك ديالي البنات كنحتاج هاد بودرة اللوز. هاد بودرة اللوز يعني هادي راه كتكون في لي غون سيرفاس، ماشي بالضرورة تاخدو هاد النوع هذا، ميم الا ما كانش عندكم بودرة اللوز تاخدو اللوز وتطحنوه وتاخدو البودرة ديالو. اللوز راه كيغذي لنا البشرة وكي واحد الفوائد فيه بزاف على كيغذي لنا البشرة. بالنسبة فيه دي فيتامين، وبالنسبه ميم الزيت ديالو غزاله بالنسبه للشعر كيغذي لنا. يعني اللوز واحد الدور ديالو راه كبير وكبير وكبير بزاف. غادي ناخد واحد الكميه تاع اللوز، هذه الكميه، هذه كناخد الكميه تاع اللوز كندير لها هنايا كنديرها هكذايا. هاد الكميه نتاع اللوز البنات، وغادي نزيد عليها لا كريم فريش. هاد الكميه نتاع لا كريم فريش اللي ولا ما كانش عندكم لا كريم فريش تقدروا انكم ديروا دانون مسوس يوغ ناتور، يعني تقدروا انكم ديروا. ومن بعد غادي نزيد عليه حليب نتاع الكوك، ولا ما كانش عندكم حليب نتاع الكوك تقدروا تستغناو عنه. انا محيت عندي غادي نديرو ديروا اي حليب عادي، يعني ماشي بالضروري، ولكن الا كان عندكم حليب الكوك من الاحسن. غادي نضيفو عليه كميه نتاع الحليب ديال الكوك، ومن بعد غادي نزيدو عليه زيت نتاع الكوك. من الاحسن تكون هاد زيت الكوك طبيعيه، يعني من الاحسن تكون زيت طبيعيه. وكنخلطو كلشي، غادي نخلطوه حتى كتعطينا واحد الماسك، كيعطينا واحد هكذايا كيجي بحال كريم. ومن بعد غادي نديرو هاد الماسك على وجهنا، نخليوه لمدة 15 دقيقة. 15 دقيقة ومن بعد نغسلوه. انا غادي نستعمل هاد البانسو باش غادي نابليكي الماسك، ايوا غادي نديرو له على هاد الشكل هكذايا. غادي نحاولو نحيدو على المنطقة نتاع العينين، وغادي ديري هكذايا. هنا كنستعمل البانسو، تقدري ديري بيدك، كل وحدة واللي بغات دير. صدقوني البنات راه هاد الوصفة مغذية ومغذية بالنسبة للناس اللي كيعانيو من البشرة الجافة. هوب كناخدو الكمية هادي، وبالنسبة لهنا كذلك كنوضو هوب وكنخليوها لمدة
15 دقيقة، ومن بعد طبيعة الحال عاد غادي نغسلوها، غادي نخليوها تغوبوزا مزيان. اوب 15 دقيقة كما قلت لكم البنات، صدقوني البنات هذه الوصفة راها غزالة 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 غزالة. اذا غادي نخليو هذه الوصفة هذه، من بعد غادي نتلاقاو، غادي نحيد هذا الماسك هذا ديالي، غادي نفزك هاد البيضة ديسك، وغادي نمسح بهم الماسك ديالي، غادي نمسح هكذايا، ناخذ وحده الفريق وغادي نمسح هكذايا. انا كنحس بالرطوبيه في وجهي، صدقوني يا البنات هذا الماسك راه غزال وكي مغذي، وهاد المكونات ديالو بساطين وموجودين في اي دار، يعني غزال وكيغذي البشره، سيغتو باش كيغذي البشره. ما نكذبش عليكم انا كنديرو 2 à 3 fois par semaine، كيعطيني واحد الترطيب طبيعي، وفي نفس الوقت اللي هاد يعني هاد المكونات هذا موجودين في اي دار، يعني ماشي ماسك اللي خيالي وغالي باش بلا ما نمشيو نتعلقوا في لي ماسك اللي هما غاليين والنتيجة ديالهم ماشي حتى لهي، وسيغتو انهم فيهم بزاف نتاع المواد، يعني مواد دي برودوي شيميك، ما عرفتش نقولها بالعربية، من دي برودوي شيميك. اذا ومن بعد ما مسحت الوجه ديالي، ضروري البنات من الترطيب نتاع البشرة، هذه مسألة ضرورية ضرورية من الترطيب ديال البشرة، غادي ندير واحد السيروم. هاد السيروم هذا هو نتاع ايسي لودور، صراحة هاد السيروم غزال 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 غزال، غادي نديرو من بعد هاد الماسك ولا اي سيروم عندكم نتوما، تقدروا ديروا غير السيروم تاع تاع ويل دارغون، تقدروا ديروا ان اي سيروم عندكم نتوما، يعني ماشي بالضروره يكون نفس السيروم، ولكن انا هاد السيروم صراحه واحد الحاجه اللي غزال، سي فري لو بري ديالو غالي ولكن يستاهل، وكندير كيما هكذايا وكنبقى متكي عليه كيما هكذا، لان السيروم ما كيتدهنش البنات، ك طابوتيو هكا في الوجه، كنتكيو عليه بهذه الطريقه هذه باش يبقى لنا الوجه هكذايا بهذه الطريقه هذه، كيما هكذايا ترطيب مساله هذه ما نتناقشوش عليها ضرورية، سيغتو البنات اللي عندهم البشرة الجافة هادي ما نتفقوش عليها. وباش غادي ننهي الترطيب ديالي، غادي ندير كخيم باش يضغطي لي البشرة ديالي. هاد الكخيم هذا انا كنستعمل لا مارك كلينيك، نتوما اي كريم عندكم كتستعملوا حسب على حسب النوع ديال البشره ديالكم. غادي ناخذ شويه وغادي ندير هكذايا اوب، وكنوزعها كيما هكذايا او كان ادغاتي البشره ديالي، يعني ضروري ان هاد الكريم من بعد تقشير والماسك باش يضغطي لنا البشره ديالي. وهذا الشيء ما كان البنات، نتمنى
نتمنى الفيديو يكون عجبكم البنات والوصفة تكون عجبتكم. صدقوني هاد الوصفة جربوها، راها كتغذي البشرة وطبيعية، وما غاديش نطول عليكم. غادي نقول لكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو وتلايكي، واللي ما تابوناش يتابونا، وباش توصلوا بالجديد ديالي ضغطوا على الجرس. جو بوزيم بوكو، غرو بيزو.